بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا معانا النهارده فيديو جديد. الفيديو ده هيتكلم ازاي نقفل الفستان اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. الفستان ده هنعلمكم ازاي النهارده تركبوا الجبير على الستان، وازاي تركبوا التل على الكم الستان زي ما انتوا شايفينه كده، وازاي تعملوا الحزام، وازاي تكشكشوا التل من تحت، وازاي تركبوا الكالوش مع التل مع الجبير في النص الصدر، وازاي تعملوا كل حاجه فيه. النهارده هنعرفكم بالتفصيل. طريقه سهله وبسيطه جدا، بس ما تقفلوش الفيديو وخليكم مستمرين عشان تركزوا وتوصلوا معانا لحد الاخر، وهتشوفوا النتيجه في الاخر طالعه عامله ازاي. بس قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. ويلا بينا نبدا الفيديو. ورجعنا لكم من تاني، يلا بينا. اول حاجه زي ما انتم شايفين اهو، الجبر بيجي على الستان، بس وش الجبر في ظهر الستان، ونعمل افراد زي ما انتم شايفين كده. وبعدين انت تقلب، يبقى كده وش الجبر في وش الستان من تحت اهو كده. انتوا فاهمين احنا هنحط الستان والجبر صح قبل ما نخيط اهو. شفتوا كده الجبر والستان اهو، كده وش الجبير في ظهر الستان، ونعمل افراد ونقلبه. وده نفس الكلام اهو، وش الجبير في ظهر الستان. كده احنا بنخيط الرقبه بس، دول الحته الرقبه بتاع الظهر، والاولانيه الحته الرقبه بتاع الصدر. وبعدين نيجي نقفلهم كده الاتنين على بعض. بعد زي ما انتم شايفين كده اهو، ده تركب كده، كده مش هيبقى فيها خيطة باينة خالص. وده تركب زي ما انتم شايفين كده، الجبر على الجبر. كده ما يعني الكتف بتاعنا مش هيتسرفل، كله مقلوب جوه اهو. دي طريقة يعني ايه زي الجهاز بالظبط. بعد كده بقى نقفلهم مع بعض كلهم، من اول السوسته كده لحد داير كله مع بعضه. لسه في كده اللي هي القصة بتاع البرنسز ده، هتتخيط وتتعامل معاهم. بس بعد ما نقفل دي كده، ركزوا معايا، كل حاجة هتتعلمها بالتفصيل. بس ما فيش حد يسيب الفيديو، وعشان مش يرجع تاني يسأل في نفس الأسئلة احنا مجاوبين عليها هنا من غير ما تسألوا. يعني اللي هيسيب الفيديو مش هيكمله للآخر، يرجع يبدأ من تاني ويسمعه من الأول ومن تاني، عشان هو كله مكمل بعضه. ولو في حد أول مرة يسمعنا، ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد إن شاء الله. وتعاوز تعليقاتكم الجميلة، عشان التعليقات بتاعتكم دي هي اللي بتخليني اعمل فيديوهات اكتر وكده. وربنا يعيننا ويعينكم. دي بتاع البرنسز اهي، خيطنا الجبر في الستانة بتاعتها الحتة الصغيرة دي، وبعد كده ركبناها دلوقتي. زي ما انت عارفين لازم ان يبقى فيه سنت ونص كده زيادة من الجسم من قصها،
يعني السقوط بتاع الصدر اللي احنا بنقصه 40 سنتي هنقصه 42 او هنقصه 43، عشان في 2 سنتي باينين قدامكم لو شايفينهم اهو في اول المكنة اهي، ده لازم يبقى فال 2 سنتي دول، بنقصها في الاخر اهو هنا برضه اهو. بعد كده ده الجرو بتاعنا الاكمام، زي ما انت شايفين اهو هنجيب التول هنبدأ كده زي ما انت شايفين، نبدأ نعمل علامة عند أول كسرة أنا عملتها دي والكم متطبق، ونعمل علامة يعني ايه عشان يبقى نعرف ان احنا هنكسر في المسافة مثلا 10 سنتي في الكم، يعني نتني الكم كده ونعلم النص بتاعه اللي هو الستان، وبعد ما نعلم النص بتاعه يبقى نعلم كمان النص، ناخد من هنا 5 سنتي ومن هنا 5 سنتي يبقى 10 سنتي كده، 10 سنتي دول هنكشكش فيهم الطول اللي انتوا شايفينه ده عشان الكم يرفع معانا. لو عملنا 8 سنتي عادي، لو 7 سنتي برضه عادي، المسافة اللي هي 10 سنتي يعني اللي احنا نكشكش فيها من 10 لـ7، ما تزيدش عن 10 وما تقلش عن 7، هنعملها دلوقتي 10 سنتي. زي ما انتوا شايفين كده اهو الكم التاني نفس الكلام، اهم حاجه نعلم الاكمام عشان نعلم النص بتاع الكم الستان والنص بتاع الكم التل، عشان لما نيجي نكشكش ما يبقاش الكم لافف معانا وكده، نكشكش والفرض اللي احنا خدناه او العلامه اللي احنا علمناها في نص الكم ونص نص الستان ونص التل يجوا على بعض بالظبط بعد الكشكشه. يعني يجي نحط الكم ونثبته الستان الأول، نعلم النص بتاعه، وبعد كده النص ده ناخد من هنا 5 سنتي ومن هنا 5 سنتي، ونجيب الكم الطول نعلمه من النص، وبعد كده نيجي نركبهم على بعض بقى، ما بنقيس الطول ما بنعلمش في الطول 10 سنتي، احنا بنعلمه في الستان بس، وبعد كده نيجي نركب من أول زي ما احنا ركبنا دلوقتي، وعند العشرة سنتي اللي احنا علمناهم ولا 7 ولا 8 سنتي نبدأ الكشكشة، نص الكم بتاع التول اللي هيجي على نص الكم اللي احنا علمناه، وبعد كده نكمل بعد كده، وبعد كده يبقى خلص الكم، وبعد ما خلص زي ما انتوا شايفين هنركبهم مع بعض وهنعمل الكم بيبقى من قدام بتاعنا معصم زي ما انتوا عارفين بيبقى 10 سنتي اللي هو كم الستان اللي تحت، احنا بنثبت الكم الطول الاول لحد الجيرو، وبعد كده اما نيجي نركب الكم الستان بقى بنثبته من اول لحد تحت عادي زي ما انتوا هتشوفين دلوقتي اهو، هنثبت الكم بتاعنا اهو الطول الاول نثبت الكم الطول اهو، بنقفله عاد عرض الدواسة لحد الجير كده ونقف، وبعد كده ده الكم الستان من الاتنين الاول عشان ده متناش، بعد كده بنقفله بقى 10 سنتي، بناخد من عند الجيرو كده قبل الجيرو قبل ما نوصل للجيرو
باتنين سنتي كده بيكون الكم الطول معاه. ونقفل عادي بقى زي ما انتوا شايفين كده. بعدين نصرف الجناب، وبعدين بنثبت الكم من قدام كده حتة صغيرة اللي هي يعني التانية بتاع الكم من قدام دي. دي بنثبت الوسط من تحت عشان الاتنين سنت اللي احنا كنا سايبينهم قصيناهم، فبنثبته من تاني اللي هو الاتنين سنت اللي بيطلع من قصة البرنسس. ده علمنا الوسط اهو، هنقص الوسط معانا مثلا 40 سنتي، هنا معانا اهو مظبوط. بنعلمه كده 4 علامات، علامة في الجنب وعلامة في الوسط، يبقى 3 مش 4، عشان لما نيجي نركب يبقى الجنب على الجنب واللي في الوسط ورا في النص. وبعد كده دول 8 متر، ال8 متر دول احنا كشكشنا هقول لكم عشان في ناس برضه مش فاهمة القص بتاعها قوي. احنا لما جينا نقص ال8 متر دول، ال8 متر دول عرضهم 3 متر، يعني عرض القماشة القماش بتاعنا كله عرضه 1.5 متر، انما الطول اسمه طول كريستال او طول خيال، العرض بتاعه 3 متر. فاحنا بنجيب البرسل على البرسل بتاع 8 متر ونظبطهم كده، نفضل نمشي لما نوصل لأول للطرف التاني هيبقى 8 متر، نجوزهم 2 بـ4 متر، كمان مرة يبقى 2 متر، كمان مرة يبقى متر، ان هم اللي احنا نقعد نلف فيه ونظبط فيه ونعمل كده لحد ما يجي معانا مثلا ايه، هيجي معانا متر في الاخر كده، نروح فرشنا على الترابيزه زي ما انتوا بتشوفونه في الفيديو اللي فات ده، رحت فرشه هيطلع معانا ايه، هنروح قصين مثلا حته من عند التل من فوق اللي هي البرسل، هنقصها عشان بيبقى مش متساوي، هنقصها من فوق وبعد كده نقيس الطول اللي احنا عاوزينه اللي هو 110 105 100 حسب ما احنا عايزين. وبعد كده دول هنقص من تحت، وبعد ما نقصها من تحت هيبقى معانا دول مجوز، يعني احنا عملنا 8 متر دول زي ما انت عارفين احنا طابقين البرسل على البرسل، يعني هيجي معانا 16. بعد كده نفردهم بقى هتلاقي 16 متر، 8 معاك دول بقى 16. مش عارف بقى انتوا فاهميني ولا لا، هحاول اشرح لكم برضو في فيديو تاني على القص. وبنفضل بقى نكشكش كده زي ما انتوا شايفين كشكشة بالايد اهي. في دواسات بتعمل الكشكشة دي بس انا مش بحب اشتغل بيها، انا بحب انا اعمل كده عملي كل حاجة بالمجهود تبقى كويسة. كده دلوقتي كشكشنا 16 متر، وهيطلع حتة معانا كده في الاخر 1/4 متر، ده اللي احنا بنعمل منها الكم الطول ده، واللي بنعمل منها لو احنا في كشكشة على الصدر ولا حاجة بنعمل منها برضه، مثلا بتطلع حتة 1/4 متر في طول 8. وبعد كده بنثبتها في الجسم زي ما انتوا شايفين كده، الطول الاول بعد ما كشكشناها خليناها مثلا 40 على قد الوسط بالظبط، والطول ده بيبقى فيه خياطة من الجنبين عشان يبقى احنا بنعمل فيه وصلة بتبقى من الجنبين، ما نخليش الوصلة ورا، الوصلة لو احنا عملنا وصلة ورا عشان نركب السوستة هيبقى في وصلة قصادها قدام فمش هتنفع، فاحنا نخلي الوصلتين في الجناب ونعمل ونفتح من الطول نفسه فتحة نقصها بالمقص كده نعملها من ورا. في ناس ما بتاخدش بالها من الحتة دي. وبعد كده نركب الستان اهو معاهم، احنا كده ركبنا الطول الاول وبعد كده ركب الستان كمان.
وانت هتشوف الفيديو ده في الاخر على الطبيعة، هيعجبكم جدا. والفستان بصراحة طلع تحفة، يعني تعبنا في الاخر ما طلعش على الفاضي. بعد كده بقى هنسرفل الوسط بتاعنا ده اللي احنا ركبناه ده، وبعد كده بقى هنعمل بعد ما احنا بنسرفل الوسط هنسرفل الظهر من ورا كله بالطول، ونسرفل الديل معانا بالمرة اللي هو بتاع الستان، الطول ما بتسرفلش الديل بتاع الستان بس، انا واخدنا بالطول كده من فوق من عند السوستة، ننزل والدوران بتاع الستان بتاعنا، ونطلع على الدوران بتاع السوستة من فوق تاني. وبعد كده اتنين على سن الابره زي ما انتم شايفين كده، ده الديل بتاعنا اهو. الدال ده بينتال على سن الابره، يعني الابره بتكون على الحرف خالص. وبعد كده هنجيب الدواسة المفرد بتاعتنا اللي احنا بنركبها السوستة، هذا تركيب السوستة اهو، مش عارف هي واضحة قدامكم ولا لا. هما احنا بنحط السوستة على وشها، يعني لو حد شافها دلوقتي يقول مش شقلب، لا هي بتتحط على وشها، على البداية بتاعتها السوستة بتتحط على الوش، يعني وشها اللي هو الجرار بتاع السوستة بيبقى على الجبر بالظبط كده زي ما انتم شايفينها. بعد كده بنخيط، وبعد كده بتتقلب للجهة التانية. اهو برضو كده على الوش، احنا يعني دلوقتي شغالين على الظهر، على ظهر السوستة. وشها بيبقى على الجبر بالظبط، او المهم على الطبقة اللي احنا ركب عليها السوستة. يعني احنا من نجي نركب السوستة بنركبها بالمشقلب زي ما انتوا على ظهرها يعني. وش السوستة في وش القماش، وبكده يبقى خلصنا الفستان يعني 90%.
دي بقى طريقة عمل الحزام. المكشش عرضه 20 سنت اهو. اول حاجة بنعملها بإن كده عرض الدواسة، مش على طرف القماشة، لا على عرضها، عرض الدواسة زي ما انتوا شايفين كده 2 سنت كده ولا 3. ونبدأ عرض الدواسة اهو، ونسيب 2 سنتي ونعمل كمان عرض الدواسة زي ما انتوا شايفين. كمان 2 سنت ونعمل عرض الدواسة، بنفضل نعملها كده يعني مثلا نعمل 3 4 5 زي دول. بس المهم اللي هي عرض الدواسة بتبقى شيمة يعني الخيط اللي احنا بنخيطه ده بعد عرض الدواسة، انما الشيمة لا. متخيلين ان هو يطلع ازاي ولا مش متخيلين؟ في سنت بقى احنا سايبينه في الاول كده، هنصرف للطرف بتاعه من هنا ونصرف للطرف بتاعها من اللمه التانية. هنسوي من قدام كده، ده بيبقى على قد الوسط بالظبط يعني، واحنا واخدين مقاسات الزبونة او العملية اللي احنا نعمل لها، واخدين مقاس الوسط اللي هو تحت الصدر، واخدين المقاس يعني المقاس لو طلع معانا 20 الربع بتاعه 20 سنتي يعني الوسط 40، هنجي نعمل الحزام 80 نخليه 82 او 83 يعني هنزود 2 سنتي بس عشان هو اصلا المفروض يبقى بالظبط، بس احنا هنزود 2 سنت عشان لو الزبونة اتعشت ولا حاجة وبطنها عليت.
عشان لما نركب الاسكوتش اللي انت شايفينها دي تبقى برضو معانا ايه كويس. وبكده الفستان بتاعنا خلص، هنكويه ونرجع لكم تاني. بس انا عاوزكم بقى تقولوا رأيكم بكل صراحة في الشغل كله، ولو في اي حد عاوز اي حاجة يكلمني وفي التعليقات يعني وكده يسأل على اي حاجة. بس قبل ما يسألني يشغل الفيديو مرة واتنين كده قدامه يشوف عامل معاه ايه. ممكن يسألني على حاجة ويرجع بالفيديو يشوفها يلاقيها ايه اللي هو بيسألني عليه يفهمه، فهو يشغل الفيديو مرة واتنين ويفهم بالظبط. لو في حاجة ناقصة انا هكملها له بإذن الله، وربنا يقدرنا على فعل الخير ويزيدكم ويزيدنا. يلا بينا بقى نكوي وارجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم من تاني. وادي الفستان الترند بتاعنا في الاخر طلع كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الفستان عجبكم. وادي الكم اهو زي ما انتم شايفين المنفوخ، وادي التل بتاعنا، وادي الستان تحته، والجبر على الصدر والظهر، والحزام بتاعنا الجميل اهو اللي الناس كلها كانت بتسأل عليه. اتعمل بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وعاوزكم بقى تقولوا رأيكم ايه على الفستان الترند ده. حاجة روعة روعة جدا جدا جدا. هذا اهو ده استك المكوك بتاعنا زي ما انتوا عارفين اللي هو بيركب في الماسورة بتاع المكوك زي الخيط بالظبط، بس بيكون مشدود بقى على الاخر. احنا بنلفه بايدينا، بنلف الاستك بتاع المكوك بايدينا كده على الماسورة، عشان كده كده مش هنحتاج حتة كتير يعني. وده الكم بتاعنا اهو المنفوش، وده الستان تحته المقسم الكم يعني، ده زي ما انتم شايفين كده حاجة جميلة جدا جدا جدا. الشغل ده كله عندنا، لو حد عاوز بقى يجي يتعلم يشوف لنا حد ايه. والله عاوزين حد معانا في الشغل، لو في حد يجي يشتغل معانا احنا في متغامر المنصورة، لو حد عاوز يجي يشتغل يجي واحنا نشغل. وده الحزام بتاعنا اهو، ده احنا تنين زي ما انت عارفين. هذا اهو جميل جدا جدا جدا. الحزام ده لو فستان مش حلو او عملنا له حزام زي ده هيبقى الفستان جميل. الحزام ده جديد ومفيش حد عمله كتير يعني، فالناس تعمله هيظبط معاهم احلى ظبط. وده الجبرة بتاعتنا اهي، الجبرة رقيقة جدا جدا، حاجة في منتهى الجمال. وده التل الخيل بتاعنا اهو، العرض بتاعه 3 متر، هنجيب منه 8 هيطلع معانا 16 متر، نعمل بهم الفستان زي ما انتوا شايفينه كده. الفستان بصراحة جميل جميل جميل. وده الشغل على الطبيعة مش محتاج اي كلام. الجبرة بتاعتنا جميلة خلاص، ازاي ما نجي نشتري نص متر مش غالي يعني، هتلاقي نص متر ده 100 جنيه ولا حاجة. ده الفستان بتاعنا زي ما انتوا شايفين اهو، عجبكم ولا لأ؟ عاوز رأيكم في التعليقات. لو في حد اول مره يسمعنا ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس، عشان اما نيجي نعمل فيديوهات تانية جديده تنزل على طول يجيله اشعار بيها وكده ويشوفها ويتعلم منها حاجات كتير زي ما احنا اتعلمنا برضو.
وبكده الفستان بتاعنا خلص، ونشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله. هعمل لكم الفيديو الجاي فستان اكستنشن اللي هو الجوبير وعليه اكستنشن بالمرة طول. انتظرونا بالفيديو الجديد، وتصبحوا على خير، وما تنسوش رأيكم في التعليقات. والناس اللي أول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلكم بكل جديد إن شاء الله. وتصبحوا على خير، ولو في حد عاوز أي حاجة يبعتلي في التعليقات. أنا عاوز كل الناس المشتركة عندي تعمل تعليقات، عاوز القناة بتاعتي تكبر خالص 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 بيكم، وربنا يفرحنا ويفرحكم. تصبحوا على خير، باي باي.